يا بنت اتكلمي، انا زي امك. اتخنقت يا خالتي قوي، اتخنقت وجبت اخري خلاص. انا مبقتش عارفه اعمل ايه، بس نصر خلاص ما بقاش بيحبني، ده بقى في الراحه والجاي يهزق فيا، بقيت اسمع شتمتي بوداني. ربنا ما يحكم عليك يا خالتي بقهرة الواحدة لما جوزها يهزقها. معلش يا حبيبتي، ما تعمليش في نفسك كده. بصي يا هيشة، هو الجواز في الأول كده لازم يحصل شوية مشاكل لغاية ما الناس تاخد على بعضيها. وبعدين يا حبيبتي، الست العاقلة هي اللي تميل للريح عشان المركب تمشي، تقومي تحافظي على بيتك وجوزك. والله يا خالتي انا بفوت وبعدي، وهو لا فارق معاه حاجه خلاص. يا عائشه هاتي لي لقمه اكلها قبل ما انزل. انا جيت اهو يا سمارعي، انا اللي هحضر لك الفطار من عينيا. اطلعي يا حبيبتي شوفي جوزك صحي ولا لا وحضري له الفطار. ها يلا. شكري بقاله سنتين لا بيهش ولا بينش. ألا شو؟ ما بقاش ليه لازمة خلاص. لا يسهل علينا شغلنا. أقبل بس، أنت عايز تعمل فيه إيه؟ أنا عايز أعلمه الأدب. ده أي قرصة صغيرة هتربيه. ما أنا قلت لك ما بقاش ليه لازمة خلاص. إبراهيم، أنت ممكن تبقى جاهز إمتى؟ أي وقت. بس هو اللي بتفكر فيه عشان أجهز نفسي ورجالتي. أنت هتجهز ساعتها نحول لك أنا عايز إيه بالظبط. اعتبرني جاهز من دلوقتي. ازيك يا احمد؟ ازيك انت يا رحمة؟ الحمد لله كويسة. ايه بقى الموضوع المهم قوي اللي ما ينفعش في التليفون؟ هقول لك، بتطلبي حاجة الأول؟ لو سمحت. اتغديتي؟ اه أكلت. اتفضلي في الفلوس. عايزة شاي. طب خليهم اتنين. تحت أمرك. حاضر. ها مالك مستعجلة قوي كده ليه؟ مش مستعجلة ولا حاجة، بس مستغربة المقابلة دي، عايزة أعرف إيه الموضوع. طب استنى استنى دقيقة واحدة. الجو النهاردة حلو قوي بره، إيه رأيك نقعد أوت دور؟ أوكي أوكي، هطلع التواليت بس وأنزلك على طول. ماشي مستنيكي. أوكي. ايه يا ستي بتعملي ايه مع شهاب؟ انا برضه يا برنسيسه، انت اللي بتعملي ايه مع الوز ده؟ ده معد برامج بيكلمني بيزن عليا عايز يقابلني مش عارفه عايز ايه. وانا يا ستي شهاب برضه كلمني امبارح 5 مرات، وبعد كده برضه قال لي انه عايز يقابلني النهارده وجاي اشوفه عايز ايه. اوكي طب روحي بقى شوفي عايز ايه. بقول لك ايه، لما تخلصي كلميني عشان نتقابل. خلاص قشطه. ماشي باي. سوري اتأخرت عليك انا عارفه. ولما انت متاخره عليا جايباني بدري ليه؟ طيب ما خلاص بقى قول له سوري. بقول لك ايه، عرفت لك حته محل في مول هنجيب لا منه. مول ايه؟ مش هنروح مول، احنا نروح العتبه او لازر ونجيب الحاجه بربع الثمن. شغلي دماغك دي شويه. طيب ماشي، بس كنت عايز اروح المول، كنت عايز اشتري دراس عاجبني قوي. الحفله دي بتاعت ايه؟ قلت لك قبل كده يا نصر هالوين بارتي. الحلوين دي الهالوين. اه وانا البس ايه بقى لما نزل نبقى نشوف؟ يلا. طب بقول لك ايه، انا عندي فكره. احنا نعمل الحفله في الكافيه بتاع ابويا بدل البيت هنا. هاي. ونعملها التذاكر ونقسم الفلوس اللي جايه لي انا وانت وابويا. طب ده احنا هنلحق. نلحق. انت كلميهم في التليفون اصحابي.